الحادثة دي حصلت، مش حادثة، هي جريمة، هي موضوع اللي انتوا شايفينه ده في ولاية اسمها اوبرلاند في البرازيل، وفي المستشفى جنب المستشفى بالظبط اللي هي يسموها المستشفى السريرية، وهي مستشفى أساسا كبيرة وضخمة وجزء كبير منها شغال على الاختبارات السرية. الست دي اتنكرت في لبس دكتورة ولابسة لي كمامة، بس اسم الله عليها لابسة لي شنطة صفراء، هي الشنطة الصفراء دي اللي جابوها بيها في الآخر، وجابوها يعني. وخدت بعضها ودخلت على واحدة ست هذا بيبي لسه والدة طفل جميل بقاله 3 ساعات، وسألتها سؤال اصحى بقى معايا، ده سبب الفيديو أساسا. هي سألتها قالت لها انت معاكي حد بره؟ فردت الولية حبيبتي بكل ذكاء ولباقة وشفاقة، أنا والله جوزي جاي في السكة ومامتي جاية في السكة وحماتي جاية في السكة، يعني كل عيلتي جاية في السكة. هي ولدت فجأة، قالت لك بس أنا هطلع بالبيبي محدش هيسألني، حتى لو حد سألني هقول لهم ده أنا بعمل له فحوصات طبية. فعلا خدت البيبي وخلعت من مستشفى الإيه؟ الولادة. طبعا هي كان اللي بيبقى في الوضع ده بيبقى أذكى مما تتخيل، هو عارف الضحية بتاعته ممكن تكون بتعمل ايه في اللحظه دي، فبيبقى عارف هو بيعمل ايه. جابوها في خلال 6 ساعات من نفس المدينه في حي اسمه يوجيلاس، وفي الحي ده الشارع هناك او المنطقه اسمها اوتيمي بيار، والمنطقه ديت منطقه راقيه ونظيفه، وجابوا الست ديت تتبعوها وتعرفوا عليها من خلال الشنطه الصفراء. هي غيرت كل حاجه وتمام، بس لابسه الشنطه الصفراء، اتخلصت من البيبي زي ما شفتوا في الفيديو ولكن لابسه الشنطه الصفر. فلما جابوها اعترفت. طبعا جابوها ازاي؟ لان الشنطه الصفر بتاعتها كانت مميزه قوي لانها لوكال قوي في المكان زي ده وفي وضع زي ده، فجابوها. ولان المدينه بالحق يعني المدينه باكملها كانت بتدور، يعني فجاه صورها نزلت في كل مكان على السوشيال ميديا في كل حته، ام البيبي كانت هتتجنن، فبداوا ان هم ايه يجيبوها بسرعه شديده جدا. رئيس الشرطه هو اللي عرف يلحقها بسرعه، ومجرد ما شافها جابوها تقريبا ادوها قلم مخبرين مش عارف، بس هم اعترفت. خدوا بالكم يا جماعه، مش ببساطه كده تدوا معلومه حيويه زي دي. هي لو عارفه ان البنت دي معاها حد بره ما كانتش هتاخد البيبي ابدا. بس خلاص، على فكرة الجريمة دي هزت البرازيل حرفيا يوم الثلاث اللي فات، يعني الموضوع جديد.